شباب من ناحية التلحين او التوزيع، هل انت ميال اكتر للشباب ولا ميال انك تتعامل مع الناس اللي ممكن يكونوا اكبر سنا او المعروفين اكتر في سوق العمل؟ لا مش شرط يعني، ممكن الموهوب اللي ممكن يكون لسه مبتدئ يطلع يعني جمل في اغنيه انا نفسي ببقى، انا اسف، ببقى عامل زي بكون شبطان فيها يعني، هي دي طبعا صح. فطبعا بدور على الجمله بقى يعني، في جمل في الالحان تبقى شد المطرب تخليه عاوز يغني الاغنيه دي غصب عنه يعني. ايوه بالظبط. فانا بصراحه من النوع اللي لو حاجه عجبتني مفيش انتاج مفيش اي حاجه انا ممكن انفذها واعملها. يعني ممكن انا حتى تتكفل بيها في وتنفذها. جروب انا يعني ان شاء الله بنعمل عمل قريب جدا، يعني هتبقى عمل كويس ان شاء الله. ان شاء الجروب الله. اسمه يعني عالم الفن، والجروب ده فيه ناس شباب ملحنين وشعراء وناس دارسين مزيكا هايلين، فان شاء الله نعمل معاهم مع بعض حاجه كويسه يعني. يا رب ان شاء الله ان شاء باذن الله. طب ابو حميد، بالنسبه للسوشيال ميديا، احنا عارفين دلوقتي برضو السوشيال ميديا ما فيش حد يقدر يبعد عنها دلوقتي، وبالذات ان هو كفنان زيك النهارده انت تبقى حابب ان انت توري الناس اللي انت بتعمله، المحتوى دايما اللي انت بتعمله، الكلام ده كله. بتعمل ايه في السوشيال ميديا، وهل يعني كويس فيها، ولا في ناس برضو بتبقى مش موهوبه في السوشيال ميديا وفي ناس بتبقى موهوبه فيها انها بتقدر تنزل حاجات وبتبقى فيها متابعه عليها كتير؟ بصراحه الموضوع ده يعني من حوالي شهرين تقريبا انا بفضل الله يعني في فيديوهات ليا جابت ترند كتير على الفيسبوك ما شاء الله، والصفحه بتاعتي يعني زادت ما شاء الله يعني في وقت قياسي بدون اي اعلانات، حلو يعني جدا. انا بلاقي الفيديوهات بتاعتي بتترشح بسهوله، فالسوشيال ميديا بصراحه وصلتني الناس بسهوله يعني. انا دلوقتي بالظبط بقيت اي حاجه بعملها بشارك بيها الناس واخد رايهم واشوف ايه الردود الكومنتات بتاعت الناس بصراحه، وانا عندي فيديوهات بصراحه يعني فيها ما شاء الله عدد كبير جدا من الناس ما شاء الله يعني ما شاء الله. بيتابعوني ويشوفوا المحتوى بتاعي، فده بسطني جدا. انا ببقى حتى بعمل الشغل وانا مبسوط يعني ان انا بقدم لناس كتير جدا ده. تسمعني. صح. حلو حلو. سالم خليني اعرف انك انت قلت انك اصلا كنت بتغني وقررت ان خلاص الموضوع ما بتحنش بقى لموضوع الغنى، ما بتحنش مثلا انك ممكن تغني، ممكن تعمل دويتو مع احمد، ما فكرتش في الموضوع؟ هو في العموم ما دام انا خلاص بغني فهي خلاص حاجه ربنا وهبها لي ان انا بغني، موهبه خلاص. موجوده موهبه في خلاص موجوده في الصوت. فبدات انا افكر ان انا اشوف شق تاني، وسع خيالي بقى في المزيكا، وسع خيالي في النوته، في الموسيقى عامه. فالاله هي الحاجه الوحيده اللي هتوسع خيالك في كل ده. مش الغنى بس يعني، انا بغني خلاص هعتمد ان انا بغني بس، اعرف اسمع المقام واعرف المقام ده كذا بس. عايز بقى انغمس في المزيكا، اعرف المزيكا فيها ايه اكتر، اعرف علم الالات، الاله دي بتعمل ايه واخرها ايه وبتسوي ايه. حلو قوي. فاه ممكن اعمل دويت وانا بغني مفيش مشكله، بس انا قلبي ميال لايه اكتر؟ لا انا ما قلبي ميال قوي ان انا العب عود. انا بحب العود جدا يعني، هو دخل قلبي خلاص مفيش. هو خلاص حصل ما دام مسكته وطلعت عليه اللي انا عايزه خلاص دخل قلبي بقيت بحبه. ايوه. بعدين الغنى انا تمام بغني، بس في ناس مغنيين بقى بتتدرب على الغنى وبتاخد يعني بتعمل تمارين عشان صوتها يبقى قوي. انا ماليش دعوه، انا بغني اللي هو انا سلطان نفسي انا ببسط كده. هو دخل المعهد لقى ان هو هياخد بيانو ومنهج الغنى ده منهج كبير جدا وتقيل جدا قوي. وتقيل قوي خلاص. قلت احول قسم الات، برضو قسم الات فيه حاجات صعبه. طبعا في حاجات صعبه جدا. بس قلت احول قسم الات واشوف الدنيا يعني عامله ايه الاخبار. دخلت الصراحه وانغمست في الموضوع وحبيته جدا. حلو قوي. حلو جدا. طبعا رجب، انت كنت بتقول ان انت كنت مع والدك، هو كان بيعزف ارجول. عايزين نعرف الناس ايه هو الارجول. الارجول هو بوصه زي كده برضو بس اتنين جنب بعض. مزدوجه. اتنين. وليه حاجه اسمها بوق كده بيركب فيها من قدام. عشان يزمر يعمل الزماره دي. من غير البوق ده ما يزمرش. ايوه. فبقى بياخد نفس جامد برضو يعني صعب شويه. الارجول بياخد نفس جامد يعني. طبعا. فالكوره بتبقى شويه يعني حلوه عن ال